صباح الخير لكل المشاهدين. أكيد يوم مميز لأنه أكيد عيد بيجمع كل اللبنانية. بدي عيد كل المسلمين بلبنان وبالعالم أجمع، وأكيد اللبنانيين لأنه هيدا عيد لكل اللبنانيين، عيد كتير حلو. بتمنى أنه دايماً السلام يكون عم بعم عبر الرياضة اللي أنا بمثلها بركي على شاشة الام تي في، وعبر ما بعرف بركي الصحة والأمان. أهم شيء الأمان لازم يكون موجود تنقدر ننطلق لكل شيء. ما فينا نعمل شيء إذا ما في أمان، وهذا الأمان لازم دايما يكون موجود بيناتنا. بتذكر أنه بكرة عنا حلقة كتير مميزة بأسواق بيروت. الأمتجية رح تكون عم بتقدم لكم حلقة كتير حلوة مع كل التيم رح نكون تحت. بتمنى قد ما فيكم تابعونا وتشوفوا فقراتنا يلي عن جد رح تكون كتير مميزة. خليني بلش اليوم إذا بدكم بلور بادي وورك أوت. رح انطلق من شغلتين أساسيتين. أول شيء الفيديو تبع الهانب الرئيس يلي رح يقام ب 7 سبتمبر 2014 بالزعرور، بأكيد مشاركة تامة من الام تي في. رح نكون عم نقدم لكم أوبستكل ريس. خلينا نشوف الفيديو سوا لتعرفوا أكثر عنه، وبرجع بلش فكرتي أنا وياكم. لكن اللور بادي ماسلز هو موضوعنا لليوم مثل كل نهار التنين. خليني شوف صورة واحدة بتفرجي إذا بدكم العضلات الموجودة باللور لمس تبعولنا بالقسم السفلي من الجسم، ونرجع كمان نبلش الاكسرسايزز. لما تكون حاضر الصورة منشوفها سوا بكل بساطة، من الميل الأمامية ومن الميل الخلفية، تداخل العضلات الواضح يلي بتشوفوه. رح بلش بأول حركة مع سكوات. لما نحكي لور بادي دائما بقول انا سكوات، بقول لانجز، اكيد حركات كثير مهمين نقدر نشتغل عليهم لنقوي العضلات الموجودين بهالاريا. كيف ممكن نعمل سكوات؟ كثير بيجيني انا مسجز منكم الناس اللي ما عم بيقدروا يعملوا سكوات بطريقه كثير مزبوطه. بتعرفوا حركه بدها كثير ترابط بالعضلات، بدها عضلات معده كثير قويه ليامنوا الستابيليتي للابر بادي تبعنا وللسباين، بدها فلكسبيليتي بالهيبس تبعولنا لنقدر نامن الرينج اوف موشن او مدى الحركه اللي بتتطلبه هيدي الحركه. خليني اشوف على بكل بساطه على كرسي كيف فينا استعرض انا وياكم كيف فينا نعمل سكوات. ما حدا منا بيقعد على كرسي بهالطريقه، كرسي بتكون موجوده ورانا، وشوفوا لما نزلت كيف طلعت عروس اصابيعي which is wrong. نتعلم سوا اجرين باراليل، نقدر ندفش منطقه الخصر لورا من هون، ننزل لتحت ما نخلي الاصابع الركب يقطعوا اصابع الاجرين، نعمل تاتش هون على الكرسي بظهر جالس، نرجع نطلع لفوق 10 مرات انا وياكم. 2 فينا نتعلم نعمل سكوات نحن عم نستعمل كرسي بطريقه كثير بسيطه، بطريقه كثير هينه، لانه لما نعمل سكوات بتكون هي من الوظائف الحركية اللي بنعملها لما نكون نحن عم نقعد وعم نرجع نوقف على الكرسي. 3 مور 2 مور 1 مور، معدة دايما مجرودة. وتذكروا لما نوقف عادة على الكرسي ما حدا بيوقف على الكرسي هو ظهره لورا، دايما نعمل هيك عادة، بنحط ايدينا هون وبنوقف على الكرسي، مشان هيك نحن بنعمل اذا بدكم سكوات نحن عم نقعد على الكرسي وعم نوقف على الكرسي. هيدي احسن طريقه ممكن نتعلم فيها. لكن خليني احط اكسسوري صغيره بساعدني انا عم بعمل سكوات، مش حط كرسي هلا، رح اكون عم بستعمل رابر باند على وسع الكتف، رح اعملها 10 مرات بالبادي ويت تبعي، ولكن عم بستعمل هالاكسسوري من تحت. بنزل لهون 1، معدة مشدودة، 2، 3، 4، 5،
ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. بيرفكت. رابر باند بتزيح على جنب. خليني استعمل حركة تكون شوي فيها تشالنج أكتر. من هون رح أوقف بسكوات بوزيشن. الويت رح يكون 100% لقدام، ولكن رح أنزل على إجر وحدة بهالطريقة وارجع أطلع. كمان ما لازم الركبة تقطع أصابع الإجرين من هون، يعني مجرد ما أقول هيك يعني منطقة الحوض لازم ترجع شوي لورا. خلينا نعملها سوا. straight go down and up لهون برجع again. بعد مجدودي 2 3 كمان 4 5 6 7 8 two more 9 and 10 and 10. perfect. switch. معدي دائما مجدودة، ما في يكون عم بقول بهالحركات. اذا معدتي ما عم بتساعدني لثبت الابر بادي تبعي، اذا معدتي ما عم بتساعدني لاعمل سبورت للعضلات اللي عم تشتغل باللور بادي تبعي. من هون اهم شيء الستب تكون ثابته تحت اجري، ومن هون لتحت. that's one two three four five six seven مظبط eight nine and ten and ten. perfect. كان معي additional weight. برجع هلا للبادي ويت تبعي، ومهم كثير قبل ما بلش فكر احمل ويتس اقدر نفذ الحركة بطريقة كتير مزبوطة. انا عم بستعمل وزن جسمي. من هون ستيب لقدام. that's one two three four معدي مشدودة دايما five six seven eight nine ten I go for more واحد اثنين ثلاثة كمان أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. بيرفكت. باخذ نفس عميق. بعد رح يكون عندي حركة رح استعمل الهيبس تبعولي أكثر كمان فيها، رح استعمل كذا جوينت أكشن لأنه رح أعمل سكوات. بما أنه دائما نهار الخميس عم نعمل شوية كيكينج وخاصة فرونت كيكينج، رح أعمل فرونت كيك لقدام، مرة يمين مرة شمال أنا وياكم. بودي ويت 1 2 3 ظهر جالس 4 5 6 7 8 9 one more and 10. وتحكيت عن joint action، شوفوا الركبة وتنزلت وطلعت لفوق. من هون رح فرجيكم اياها. الركبة عملت extension وفلكشن، العضلات عكس بعضهم اشتغلوا لما اكون عم بعمل كيكينج ولما اكون عم بعمل بولينج لورا. خلينا نروح على stepping up. من هون last exercise لليوم بيكون الاجر كله على الستيب. تاب لهون بنزل 2
3 لاندنج تبعي لازم يكون كثير على مهل 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect switch لتاني اجر and I start tap 2 3 معدي مشدودي دايما 4 5 6 4 more to go 7 8 2 more 9 and 10 and 10 ما في احسن نبلش نهارنا والاسبوع تبعنا مع الرياضه انا بشوفكم بكره من اسواق بيروت until tomorrow get fit stay fit